احنا اليوم اخترنا يوم معناها رمزي اللي هو 50 يوم قبل اللجنة قبل ابتداء العاب البارالمبية باريس 2024. احنا كما تعرفوا ان شاء الله باش نكونوا متواجدين ب 30 رياضي ومتناصفين، معنا رقم اكثر من طيب 30 رياضي. كي النسخه تشوف النسخه الفاتت يمكن حكيت 26 رياضي، شايكون النسخه هذه باش يكون 30 رياضي متواجدين. والفخر الكبير زاد اللي قاعدين معنا الشيء اللي رسمنا له هو وصلنا له، اللي هي معنا تكون باش نكونوا متواجدين برياضات اخرى، معنا كيما التياتلون لافيرون معنا البوتشيا الاتليتيك، معنا اربع اختصاصات. هذا يكون فخر لتونس، وان شاء الله معنا رياضيين قدره ربي باش يكونوا معنا رافعين الرايه التونسيه، وكلهم عزيمه معنا باش تكون معنا نسخه هذه نسخه باريس 2024 باش تكون احسن ان شاء الله من نسخه طوكيو 2020. ان شاء الله كما قلتوا معنا بنقفوا مع بعضنا الكل، معنا نداء عن خلالكم انتم وما نشكش اللي في تشجيعاتكم، نداء للمستمعين نتاعكم الاوفياء باش يكونوا وليداتنا مستحقين معنا الدعم المعنوي من عندكم انتم باش يكونوا ان شاء الله يشرفوكم وتكون الرايه التونسيه ان شاء الله موجوده. مشاركة بارالمبية جديدة باريس 2024 وتحدي جديد للوليد. بيان سيور معناها ايفينمون كبير، معناها بطولة كبيرة. ديما نقول انا انك باش توصل باش ترشح باش تلعب في جو اولمبيك ولا بارالمبيك، انا سي ديجا انجاز. معناها خلي انك باش تكون معناها تفار على ميدالية ولا باش تعمل بوديوم حاجة كبيرة وفي اختيار الاخر. وليد حكيت في المؤتمر الصحفي على الكرسي اللي سنوات وسنوات وانت تحارب عليه والاعلام يحارب عليه وصل للكرسي، لكن مره اخرى ماكش تستعمله ان شاء الله في الالعاب هذه، وكالعاده نفس الكرسي القديم لكن ان شاء الله نفس العدد بتاع الميداليات. صحيح، معناها نقولوا في الحمد لله وصل الكرسي بعد عناء وبعد سنين وبرشا مرج، الحمد لله معناها باش ما نظلموا حد. شكر للوزارة اللي وفرت لي معناها الكرسي، زاد حتى معناها هو كان مشاركة مع الوزارة مع زاد اللجنة البارالمبية اللي عاونتني فيه الكرسي. معناها الكرسي بريسك تكلف حكيت 75,000 دينار، معناها مواصفات عالمية. بون جي مخر شوية، مي هذاك هو نتعاملوا نكونوا واقعيين، معناها خاطر معناها يلزموا برشا وقت، يلزموا عام كامل باش تنجم تاخذوا عليه، خاطر عندنا نحن بوزيسيون ايروديناميك وعندنا معناها روبيريات. انا خيرت باش نلعب الكرسي القديم نتاعي خاطر ماخذ عليه اكثر معناها وحاضر به. ان شاء الله معناها اللي باش نقوله معناها ان شاء الله باش تكون حاضر معناها بدنيا ذهنيا، معناها داخل ثقة ومعنويات كبيرة، وان شاء الله مش نحارب على الذهب ونجيب الذهب ان شاء الله. الكرسي القديم قد جاب لك ميدالية بارالمبية وشنو ناوي ان شاء الله في الالعاب القادمة؟ الكرسي عشرة كبيرة من 2012، معناها عاش معايا برشا حاجات برشا تحديات، الباهي والخايب معناها الحق نتاع ربي. لتوا راهو يبدا مقطوع ويتقطع لتوا في شامبيونو دو موند، معناها تقطع دو فوا ورحمني غاديكا ويعطي الصحة معناها عشيري هذاك الكرسي. سنين ان شاء الله عندي والله ما نحسبش برشا ميل بالحق، شكر كبير هذاك راني قلت لك عشيري الكرسي. سنين باش تكون عندي 100 متر وعندي 800 متر. الاقرب هو اللي انا معناها تم الاختيار باش نركز اكثر على 100 متر. ان شاء الله هذاك اللي باش يكون ان شاء الله باش يكون فيه نحاول باش نعمل فيه الذهب. و 800 متر صعبة برشا مع التبديل معناها الكراسي مع شيء كبير بالحق شيء كبير. باش نحاول باش كما نقولوا باش نحارب على ميدالية. وفي الاخر ان شاء الله بوديوم وان شاء الله الذهب باش يكون اكثر في 100 متر ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. تم اختيارك باش تكون انت حامل الرايه التونسيه في افتتاح الالعاب البارالمبيه باريس 2024، التشريف هذا والاختيار هذا شنو يمثل فيك؟ والله هذا شرف كبير برشا بالحق، نشكر عليه كل من صوت محمد فرحه شيده من الساده المسؤولين ومن الرياضيين اللي معناها اقروا معناها كونه تنصيب محمد فرحات شيدة على رأس المنتخب التونسي. هذا استحقاق وشرف بالحق ليا، خاطر مسيرة 20 سنة من التتويجات
العالمية والبارالمبية، منهم 10 ميداليات في بطولات العالم و8 ميداليات بارالمبية، منهم ميدالية برونزية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات ذهبية، مع العديد من الأرقام القياسية العالمية والبارالمبية، منهم رقم قياسي عالمي باسم محمد فرحات شيدة وباسم تونس. إلى غاية هذه اللحظة مساء 20 سنة مازال مقايد باسم تونس وباسم محمد فرحات شيدة. هذا مازيني كان شرف.